عايزين نعيش ناكل رغيف الشارع الرصيف. بيدخل بيوتنا يرقع في بطننا وننبح في صوتنا يعيش في الرغيف. يعيش ثورة 25 يناير عودة مصر لأهلها. 25 يناير يعني يوم مهم جدا وتاريخ مهم جدا في مصر كلها، وكل مصر فرحت باليوم ده وكل مصر كان نفسها تخرج في اليوم ده. خلت يعني ديبر دايمنشن ان في امل ان احنا نبقى دوله اكثر احتراما واكثر ثقلا وان احنا ناخد حريتنا بشكل اكبر. ده حدث تاريخي يتنسب لكل الشباب وكل اللي شارك في الثوره. ثوره مجيده نظفت واتقتل فيها مينا وجرجس جنب محمد ومصطفى. ثوره 25 يناير دي ولاده متعثره للحرية في مصر. احنا بعد 25 يناير ده تاريخ ابتدينا اتولدنا كلنا. 25 يناير انا بعتبرها نقطة تحول في حياة كل المصريين. الثورة دي نقطة تحول في حياتي زي ما هي نقطة تحول في تاريخ مصر، زي ما هي نقطة تحول في تاريخ العالم. انا ما كنتش اتخيل ان انا اعيش واشوف لحظة زي دي. الثورة دي روح والروح عمرها ما هتخلص. يا مصر قومي، يا مصر قومي، يا مصر قومي، يا مصر قومي. احلامي النهارده دستور جديد، هدوء في الامن، وحده وطنيه، عوده وحده وطنيه بلا شك. كل الشباب دي تشتغل، كل الشباب دي تلاقي حلمك يا شاب مصر اللي في خلال الكام شهر الجايين يكون في لجنه تمثل كافه المستويات المصريه وكافه الاتجاهات. لجنه عباره نقابات عماليه، ادباء، صحفيين، مهندسين، اطباء. اللجنه دي تشكل دستور جديد، وضع جديد، نظام جديد، واتمنى يكون نظام برلماني في خلال اقل من 6 شهور يبقى في نظام برلماني، يبقى في انتخاب رئيس جمهوريه. انا حلمي للمواطن العادي ان شاء الله ان ربنا يكلل المجهود والنجاح، وان الصوره تبقى منيره مش تبقى قاتمه، وان يتم تغيير الدستور بما يتراءى وبما يخدم الوطن ويخدم الشعب. طول عمري اصلا من زمان، من قبل حتى موضوع الثوره، بحلم ان البني ادم اللي بيتعب بجد ياخد حقه بجد، مش بني ادم يتعب وحد تاني هو اللي ياخد حقه. ويبقى عندنا هويه مصريه ونعرف ان احنا من احسن شعوب العالم. العداله الاجتماعيه، وان الناس كلها تبقى واحد، و يبقى في صداقة حقيقية، ما يبقاش في أي نوع من أنواع النبز أو العنف أو التمييز الاجتماعي. أشوف الناس كلها حاطة إيدينهم في إيدين بعض وبيحبوا بعض جدا عشان يقدروا يبنوا، عشان الأجيال، إحنا عشنا عمرنا خلاص، عايزين الأجيال اللي جاية دي هي اللي تعيش، لأن مصر تاخد وضعها الطبيعي ودورها الحقيقي بين الدول. عايزين نحافظ على مصر، لان احنا عمالين ننحدر الى الهاويه بهذه الطريقه. مصر تعيش في امان وخير، ولا يبقى في تزوير ولا انتخابات، وننتخب بحريه. بحلم زي اي مواطن مصري بان كل واحد ياخد حقه. بحلم بالحريه، الحريه اللي بجد، الشفافيه اللي بجد، مش بتاعت الاعلام. شاوري على الارض طوب الارض يتحول لرجاله، شاوري على الارض طوب الارض يتحول لرجاله، وشاوري على الرمل موج البحر يتحكلك، مقطوع لسان اللي قال دي بلدنا جواله، سيبك من الدنيا وامشي الخطوه على مهلك، لو متنا على الارض تن البطن شغاله، هتجيب بدال الولد 60 ولد يشبهلك. دستور يعني الموضوع دي
مواطن لانه ضد حرية الانسان. مين اللي عمل الثورة؟ الدستور دي فكرة عبيطة يعني مش فكرة سياسية ولا هو ده اللي احنا محتاجينه. هذه الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع حتى وإن كانت كما يقول الكثيرون لا ترتب قانونيا الكثير، إلا أن الدستور ليس فقط نص قانوني، الدستور نص رمزي، الدستور بيتحدث عن هوية الدولة والمجتمع التي نعيش نحن كمواطنين به. احنا مش عايزين نشيل المادة الثانية، احنا عايزين بس يضاف عليها أن يحكم أهل الإنجيل بما أنزل إليهم. مدنية لكل الناس تضم كل المصريين. ده لازم دولة مدنية وبأسرع وقت، لأن في ناس بتلعب، في ناس عايزة تسرق كل الإنجازات اللي حصلت في ثورة 25. كلنا لما حاربنا في 6 أكتوبر حاربنا محدش كان عارف مسيح ولا مسلم ولا أي حد. طبعاً أقام الدولة علمانية مدنية لكل مواطنيها المصريين، كل من يحمل جواز سفر مصري ومواطن في هذه الدولة. أنا مع إقامة دولة ليبرالية بيحكمها حقوق الإنسان وكرامة الإنسان المصري، وكل واحد يعبد ربنا بالطريقة اللي شايفها ان هي صح ما بينه وما بين ربنا. لا، علمانية دي مش مقبولة في مجتمعنا الشرقي، ودينية دي مش نظام حكم، احنا عايزين دولة مدنية. تعلمنا ان مفيش حاجة هتنفعنا غير ان احنا نبقى مع بعض. احنا مصريين كلنا، مفيش مسلم مسيحي، وان الكلام ده لو حصل هيبقى بسبب يعني ما يسمى بحلول النظام القديم. البهائي مصري، الاردوزي مصري، الشيعي مصري، السني مصري، اللي ملوش ديانة مصري. محدش عارف التطبيق في حالة تطبيق دولة إسلامية ممكن يبقى تطبيق شكله عامل إزاي؟ هتجيب لي دولة إسلامية وعندك 20 مليون مسيحي موجودين؟ نعم للمواد اللي تعدلت، مش نعم للدستور ككل. يا عم أنا مش عايز حكومة توديني الجنة، أنا عايز حكومة تخدم عيالي بالجنة، أروح على ورا كويس. البلد دي بتاعت المسلم والمسيحي. قايين كان واحد لوحده بفكر ضيق، قتل اخوه اللي ما فيش غيره في الدنيا عشان يعيش لوحده. مصر هتهنى مصر بهلالها وصلابها بالهلال والصليب، اوعى حد يدخل منكم، مصر هتفضل مصر. يا مصر قومي. يا مصر أمي، قال لك مصر هي أمي ونيلها بيجري في دمي، كلمات طول عمري بقولها بس كانت غريبة عني، أصل إزاي تبقي أمي وأنا مطحون في نظامك، وليه بتدوسي عليا كل ما أحاول أعلي مقامك، ليه كل اللي رفعوا راسك عملوا كده براكي، هواتي يهون عليكي تلمع أي نجوم في سماكي، يا شيخة أنت كرهانة ولا أنت كارهة نفسك، يا مصر ده في الجنون ما عادش في حد بنفسك، قالوا لنا في علم النفس مش هنحس بالانتماء. غير المكان اللي نحس فيه الامان، وانا مش شايف فيك امان، يا اللي بيقولوا عليك امي، ده انت كل يوم قلقاني وبتزيدي عليا همي، وان كان على الفلوس انا معايا فلوس هاجر، بس كل ما افكر جد الاقي قلبي بيقول مش قادر، ولما اساله ليه يقول لي لا مش حبا فيها، بس عندي رغبه دفينه اعشقها واموت فيها. يا مصر قومي من الضياع وصايد ورشاوي فقر قهر واستبداد، كتبناها بسرقه نصب ديكتاتوريه وعناد، جت ثوره يناير وكاحت البلاد. في الاول قالوا عنك الا قليله وملناش قيمه، ونسيرها ترجع ديمه لعادتها القديمه، مليون ورا مليون خرجنا بكل عزيمه. سلميه سلميه كانت ثوره بجد عظيمه، ضربوا نار رشوا ميه فتحوا سكون ولا من خاف، بعتوا بمال بعتوا سيول الشعب لا ما شاف، وفي كل المحافظات راح كتير شهداء، يا ريت لو على ارواحهم ناخد لحظه حداد. بس التمن الغالي ده ما راحش والسلام، نتيجة الدم ده والمثابرة والاعتصام، يوم 11 فبراير سقط النظام. يا اشكر
ربك على الحريه اللي انت فيها، الحريه اللي انا وانت ولا عمرنا حلمنا بيها، من النهارده تبارك انت زي عينيك حافظ عليها، ما تصورش فيها ورقه، ما ترميش حاجه فيها، النهارده تملكك انت مش ملك اللي نهبوها، يعني لو مصر هي امك انت تبقى ابوها، بالظبط زي شركه وانت ليك اسهم فيها، لو عيت انت تعلى لو نزلت انت تحتيها، النهارده فرصه تشوف عرقك بيغير بلدك، ايوه هتفرق كل ساعه كل فكره تزيد في شغلك، كل حاجه تتعلمها في حياتك وفي دراستك، ما تقولش اصل خيري وحياتك ابدا بنفسك، وبكره راح نشوف مصر فعلا ام الدنيا، هنا علم واخلاق بلد من دنيا تانيه، يا رب تدينا قوه ان احنا بجد نحب بلدنا، نعيش نعليها وعشان تكون حياتنا.